اخوان واخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير وصحه جيده وما شاء الله. كما كتشوفوا راه هذا هو الفحل، هذا كما وعدتكم على حساب على قبل الثمن. ما شاء الله راه فحل جيد هذا. بغيتهم يخرجوا كاملين حتى ما بغاوش يخرجوا، راهم موالفين تما داخل في الكوري. بغاوش يخرجوا ليا باش يبانوا لكم مزيان هنايا في الزريبه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. خونا الاخوات كما كتشوفوا هذا هو الخرفان على قبل العيد ان شاء الله، وعشر مبروكه للجميع. نتمنى تخلي لكم بالصحه والهنا واش ما تمنيتوا ان شاء الله. الخروف كما كتشوفوا راه هذو ملكة جت، هذا اللي عنده الكرون، نخرجهم لبرا باش تشوفوهم برا في الزريبه ان شاء الله. الفرطاسي ما شاء الله راه هو اللي فيهم جيد، شاش غير بغيو يخرجوا ما شاء الله. دابا راهم مقيلين مع الحرارة، هذي راه خروفة وما شاء الله الخرفان راهم سمان تبارك الله، تنعطيهم الأعلاف طبيعية، تنعطيهم غير الشعير والخرطال فوراج، الماء ديالهم تا هو ما شاء الله. وثمينة راه تمام مناسب باش شريتهم، كما شفتو هذاك داك الفرطاس اللي كتجد راه شريتو بخديتو ب 140، والاخر اللي عندو الكرون خديتو ب 100 طورو. وراه أول مرة الإخوان كناخد الغلا، راه ديما كناخد 70 80، وهاد العام راني خديت الغلا لأنه قليل. وكاين تاني الإخوان اللي كيجيو مثلا من المدينة من مالاكا وداكش مغارفينش العتمينة، كيحسبو عليهم هنايا اللي بغاو، الفلاحة كيقول ليه 140 ولا 200 أورو ولا هادي، كيخلصو مكيتاوبش معاهم. علاش؟ لأنهم مغارفينش العتمينة، ماشي بحال انا مثلا عارف العتمينه باش كيشريو عليهم البيعه والشرايه هنا ولا الصناقه ديال الاسبان اللي كيشريو عند الكسابه، كيشريو رخاص بحال هادو كبار مثلا تيشريو من اللحم ب 60 اورو الا كانوا غاليين. ماشي في عيد الاضحى، هادشي قبل عيد الاضحى بواحد الشهرين ولا 3 شهور، لان كاين الكسابه اللي ما تيكونش عاجبو الخروف تيخليه مثلا على قبل الفحل، وملي تيكبر ما كيعجبوش تكون فيه شي وصفات ما عجباش، كيبيعو بواحد الثمن تيبيعو لصحاب اللحم الشناقة نقولو البيعة والشراية الاسبان 60 اورو ولا 50 اورو باش يبيعو لهم. وانا تناخدو تقريبا، انا تنمشي عند الكساب تنقول ليه راه تبيعو اللحم معانا، عارف تنقول ليه تبيعو اللحم معاه ب 50 ولا 60، تنعطيه انا 10 اورو زايدة ولا 20 مثلا 60 ولا 70 تلت ماين اورو كاع الا غليت فيه. هذا هو الثمن اللي تنعطيهم انا، واني هاد العام هذا راه كيما قلت لكم قليل وبحال لي مبقاش الغفلة، فاقو عاقو تا الكسابة ديال هنايا. وراه ما شاء الله راه ملاح تبارك الله، راه يوزن مثلا هذا اللي قلت لكم ديال 140 اورو يوزن ديك 60 كيلو، ما بين 60 50 كيلو. وهذا اللي عنده الكرون هذا ديال 100 اورو راه يوزن ديك 4 ديك ما بين 40 كيلو 40 كيلو الله اعلم يوزنها. وهاد العام بالنسبه للبيع والشرايه اللي كاين هنا تبيعوا ب 4 اورو الكيلو. دابا كون مشيت نشري انا من عند بيع وشراي هذاك غيكلفني داك الفرطاس واحد 200 اورو ما فوق، وهذا اللي عنده الكرون هذا هو غيكلفني واحد 160 اورو. وكما قلت لكم انا تيعرفوني هنايا الكسابه وعارف الاثمنه ديالهم، واخا يقول لي شي ثمن نقول لي هاد شنو كاين، وكناخذو بالثمن الثمن البيع ديالو.
شي بحال الاخوان اللي ما كيكونوش عارفين كيجيو مثلا كيشريو هاد الاضحيه ديال العيد ما كيشريو. انا دابا راه كنشري تقريبا كل عام راه كندبحو ما شاء الله 4 ولا 5 ذبيحات في العام، لان كنشريوش اللحم عند الجزار. الانسان كيدبح شي حاجه عارفها والطريقه ديالو باش دبحها مهم كيكون مطمئن. وهاد العام راه كاين الثمن الاخوان هنا في اسبانيا راه كاين 4 أورو كما قلت لكم، وعاد الناس راه ما لاقينش. مشيت عند واحد راه عنده شي وحدين تما صغار ما عندهمش 6 شهور وطالب داك الثمن، تقدر تكون 25 كيلو ما بين 30 و 25 كيلو 100 أورو. المهم على حسب مناطق اخرى في اسبانيا راه كاين الرخا هنا في الاندلس، بخصوص هاد المنطقه اللي فيها انا راه 4 أورو راه ما غاليش، يكلفك فيه 40 كيلو يكلفك 160 أورو راه مزيان. وما تنساوناش الاخوان، نتمنى الى عجبكم الفيديو تنساوناش عزيزكم بخير وتستافدوا، بخصوص الاخوان اللي هنا في اسبانيا العتمينه نوصيكم نصيحه لله، ملي تمشيو عند شي كساب شدوا ليه الارض، راه العتمينه ديال الخرفان بالخصوص الى عندهم 8 شهور فوق ولا عام عام ونص ما تفوتوا ليهم 60 حتى 80 أورو، هذا هو الثمن، لانهم هذوك راه ما كيذبحوهمش لي سبار، لي سبار كيذبحو ما بين 3 شهور لتحت 3 شهور شهرين، وهذوك راه تيقول لك اللحم ديالهم قاصح المهم ما كيذبحوهمش لي سبار، كيبيعوهم غير اللحم، هذوك اللي كيمشيو للحم كيمشيو لدول اخرى كيصدروهم وكيتباعو بالعتمينه اللي قلت لكم كيتباعو رخاص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اخوان هذا الخير هذا تبارك الله راه ديال هولندا، هذو راه خرفان عندهم 6 شهور. هذا الفيديو هذا ارسل لي اخ من هولندا اخ طريق، تحيه كبيره لك خويا، ما شاء الله راه كاين المليح، هذو راهم عامرين باللحم تبارك الله. سمعت بالنسبه للستين اللي عندهم راهم ملاح مقارنة مع الكسيبة ديال الاسبان 6 شهور، هادو كيبانو ليا انا ديال هولندا راه ملاح السلالة لحمة تبارك الله. الثمن الاخوان راه هادو راه خداهم الاخ 160 أورو تقريبا، العتمينة راه غتكون بحال الثمن اللي في اسبانيا باش كيبيعو السرية 4 أورو الكيلو، غيقدرو يوزنو ديك 40 كيلو الله أعلم. يستاهلو يستاهلو هداك الثمن، أنه راه بزاف ديال الناس راه كيتواصلو بيا الإخوان من هنا في اسبانيا مالقاوش ليه، كيفور كنطلب الله الله يرزق الجميع. هاد العام راه كسيبة قليلة ماشي غير في اسبانيا، كاع في اوروبا كاملة الطلب كتر من العرض، لانه بزاف ديال الاخوان ممشاوش للبلاد. شوف تبارك الله هذا هو العلف، هذا هو العلف راه هذا في الشمندر، دير الشمندر هذاك يا خرام الزرع شي راه طبيعي، هادو راه كانوا تيزرعو غير كما قال لي الاخ غير في الحقل، دابا راه دخلو انت جيعان ما شاء الله. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو استفدتوا، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En als jullie niet eerder komen, dan komen de anderen erbij. Ja, is goed, doe maar 9 uur. 9 ja, uur. Beter joh, eerder. 9 uur, hoe eerder hoe beter. Ja, 9 uur. Okay. Dat is eigenlijk zo die... staat een ander. Dat ik hoor.